لا تكاد أن تنتهي أضرار جائحة كورونا وارتفاع الدولار دون أن تلقي بظلالها على واقع النجفيين. عشرات مكاتب وشركات السفر سرحت موظفيها بعد تراجع حركة السفر والسياحة في المحافظة الدينية، ليفتح بابا آخر من البطالة وركود العمل. كورونا عندنا احنا بخصوص القطاع الخاص أثرت على الموظفين عندنا بصورة عامة، يعني نسبة الرواتب نزلت ما يقارب 50%. شركات عندنا غلقت مكاتبها، يعني قام يقول لك أنا عندي موظف واحد يشتغل من البيت، ما يحتاج أخلي بعد شركة وأدفع إيجار، منين أنطي إيجار أنا بسبب كورونا؟ والله بالنسبة للحركة نتمنى من الله ترجع. أول شيء يعني عملنا على السياحة، احنا شغلنا كله توقف على السياحة، نشط الحركة السياحية. ثاني شيء العمل شوي يصير حركة للشباب، حركة المحلات، حركة للسياحة الدينية. بعد انقطاع دام أكثر من عام تدب الروح من جديد في مطار النجف الذي بدأ يستقبل الرحلات السياحية وسط إجراءات صحية مشددة، حيث من المؤمل أن تزداد مع حلول شهر محرم لاستقبال الزوار العرب والأجانب، وهو ما قد ينعش قطاع السياحة الدينية والفندقة. استأنف مطار النجف الأشرف الدولي رحلاته الجوية والملاحة الجوية إن شاء الله على الزيارة الأربعينية وعاشوراء. نتمنى ازدياد الرحلات، ازدياد ملحوظ أكثر وأكثر. بين فكي ارتفاع إصابات فيروس كورونا وتدني الواقع الاقتصادي، يزداد طين القطاع السياحي بلة في النجف. فمن بين أبرز الآثار المترتبة لذلك فقدان عشرات الشباب لوظائفهم المشكلة لقوتهم اليومي بحسب اقتصاديين. من أمام مطار النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.